بابا يا بابا، عاوزينك في موضوع. بابا بابا، من فضلك بص لنا واسمعنا. الحق المطبخ بيولع. المطبخ عايزينك في موضوع مهم. عايزين ايه؟ وسايبين مذاكرتكم ليه شوية فشلة؟ دلوقتي يا بابا احنا عندنا مشكله. بقول لكم ايه، فلوس مش دافع. انا مش عايد لكم على بنك. مش احنا عملنا ثورتين في البلد عشان نعمل الديمقراطيه؟ اه بيقولوا كده. وايه هي الديمقراطيه يا بابا؟ الديمقراطيه، ديمقراطيه بمفهومها البسيط، هي حكم الاغلبيه. يعني يا بابا لو في 10 اشخاص 7 منهم اتفقوا على حاجه، الحاجه دي تتطبق على الكل؟ ما دام ارتضوا تمارس الديمقراطيه يبقى تطبق. واحنا من حقنا نعيش في بيت ديمقراطي يا بابا. بيت ديمقراطي؟ ديمقراطيه ايه وكلام فارغ ايه؟ هي برامج التلفزيون لحست دماغكم ولا ايه؟ انا مش فاهمه. ده انت المفروض اول واحد تقف معانا في تحقيق الديمقراطيه، مش تقف ضدها. بقول لكم ايه؟ انا بقى ما عنديش ديمقراطيه. هتسمعوا الكلام تاخدوا عينيا، غير كده هتاخدوا بكل حزم وقسوه. عايزين نعمل انتخابات ديمقراطية نزيهة، مين اللي يحكم البيت؟ لأن من ساعة ماما الله يرحمها ما ماتت وحضرتك بقيت الأب والأم، يعني معاك اختصاصات التشريعية والتنفيذية. إيه ده؟ إحنا في مجلس الشعب ولا إيه؟ أنا شفت الفيلم ده قبل كده على فكرة. فيلم حلو أوي، بحبه فعلا. عايزين تعملوا انتخابات في البيت هنا وتشوفوا مين اللي ماشي البيت وحاجات كده. ها طيب، ما هيطلع كل الورق بابا 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 بابا. ماشي نعمل انتخابات. يلا بس تحلف اننا لو عملنا انتخابات هتحترم رغبة الأغلبية وتحتكم لحكم الديمقراطية. لا ثانية واحدة، يعني احلف احلف؟ قسم يعني؟ لا قبل القسم بقى معلش، اللي هينجح ويمسك السلطة في البيت تبقى مدة واحدة بس ومش هجدد. هي مدة واحدة، يوم واحد. 3 أيام. يوم واحد. طب يومين؟ يوم واحد 24 ساعة. ماشي اتفضل. حلف اليمين. ايه ده ايه ده، مالك ماشي كسلان كده ليه؟ افرد ظهرك وخليك خايف شويه. خلاص ايه ده ايه ده، انت ماشي في جنازه، ما تمشي عدل. قول أقسم بالله العظيم. أقسم بالله العظيم. أن أحترم رغبة الأغلبية. أن أحترم رغبة الأغلبية لمدة يوم واحد. وأن أحتكم لحكم الديمقراطية. وأن أحتكم لحكم الديمقراطية لمدة يوم واحد. قول أقسم بالله العظيم. أقسم بالله العظيم لمدة يوم واحد. احتياطي، تفضل. مش هرجع في كلامي أبدا. مش هرجع في كلامي بعد يوم واحد. والله على ما أقول شهيد. يا بلاد يا أبو. يا شعب البيت الكريم، ستبدأ الانتخابات وعلى كل فرد تحمل المسؤولية وإعطاء صوته بأمانة. اصحى يا أحمد، اصحى يا محمد، ده مسحرات يا هيحكم البيت. يا حرية فينك فينك، ايه الصندوق بيننا وبينك؟
حبيبتي سناء يا حبيبتي انت تستاهلي جزمه. آه لا مش جزمه، انت كان نفسي في جزمه جديده. انت بترشيني؟ لا مش برشيكي، انا بابا يا حبيبتي. اتفضلوا الاستاذ بيرشيني. شط صوتك. علي وعلي وعلي الصوت، الحريه مربوط. امسكي 200 جنيه هم. انت بتشتري صوتي؟ ايوه وطي في دي واللي بعديها هتعلي صوتك قوي وتفضحيني. مش ببلاش، ب 300 ينفع؟ 300 جنيه ومفيش مليم تاني. عاش حرية أبويا. 100 100 300 100 100 100 100 300 يا حرامية. عاش حرية أبويا 300. ها مفيش زيادة 100؟ يلا يا مرتشية تعال تعال يا محمد، أقف هنا. بابا، أم محمد بتخدمنا في البيت ولها حق التصويت بما إنها مواطن عايش معانا هنا، ليه الحق يعبر عن رأيه. اتفضلي يا سناء. اتفضلي يا أم محمد. اتفضلي يا بابا. والله بتتعبوا نفسكوا، هتطلع في الآخر الأربع ورقات بابا 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 بابا. استني هاتي لما اكتب لك يا ام محمد هاتي. لا انا بعرف افك الخط. طب هتنتخبي مين؟ مالكش دعوه انت، الانتخابات اسرار. يا مثقفه يا مقرفه. اسرار. انتخب مين؟ انتخب مين؟ يا ربي ربنا يوفقني. انتخب مين؟ انتخب مين؟ يلا هاتوا الورق. هاتي يا ام محمد. يلا يا بابا. اتفضل. دلوقتي هنعلن نتيجة التصويت. اسحب انت يا بابا علشان تتأكد من نزاهة الانتخابات. الله يعني رغم الإقبال قليل في الانتخابات يعني. لا والله يا حاضر. والله ما ليه لازمة كل ده. ده انتوا هتتكبسوا كبسة. منظركم إيه لما كل ورقة تطلع با 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 با. يس يس بابا. يس وجبتي صوت جبتي صوت جبتي صوت جبتي صوت. قلنا ملوش لازمه هتحرجوا نفسيكوا. با سموحه. الله اكبر. وجبتي صوت جبتي صوت جبتي صوت. فرحان قوي، فرحان بصوتك قوي. ده صوتك. سموحه. يا رب. وجبت صوتين جبت صوتين جبت صوتين. ده صوتك انت يا ام محمد. ما طمرتش فيك العشره، حسابك معايا بعدين. انت يا جميل. صوتين ضد صوتين، هنعيد الانتخابات تاني. يا خاينة يا خاينة. سموحة سموحة. وما النصر إلا من عند الله. إيه يا شيخنا، أنت بتاع الكراتين؟ يا مرتشية يا عدمة المبادئ. جس ويكسبنا 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 ويكسبنا. خدت 300 جنيه وتديله صوتك؟ ألف مبروك يا سي سامح، هتفك القهر عننا شوية. قهر؟ دلوقتي يا بابا بانتخابات حرة ونزيهة أنا بقيت حاكم البيت. أحكم البيت. اشرب. ما يهمني. اتفضل. عندك؟ إيه؟ الكرسي ده من هنا ورايح أنا بس اللي أقعد عليه. الكرسي الهزاز بتاعي أنا اللي بقعد عليه. أنا بقيت حاكم البيت. واقف عندك بتعمل إيه؟ خش نام هتصحى بدري. باقي من الزمن 23 ساعة ونص يا كلاب.